أنا الدكتورة فايزة عواد، أصلي فلسطيني بس ساكن هان في نيوجيرسي، وبشتغل في المستشفى نيويورك بريسبيتيريان كولومبيا نيويورك، وبشتغل كمان فولنتيرينج للمستشفيات العازات في نيوجيرسي، إنجلوود هاسبيتال، هولي نيم هاسبيتال، هن المستشفيات اللي have been hit very hard because of كورونا. اللي حكيت تقريبا 9 سنين بشتغل في الامرجنسي روم. الوضع هلا في المستشفيات طبعا في الامرجنسي روم يعني اشي لا يصدق، اشي بخوف، اشي ولا عمرنا في حياتنا توقعنا انه هذا يصير في امريكا. طبعا احنا امريكا المستشفى وكل اشي في امريكا the top the best، عندنا كل اشي. يوم يصير هيك فيروس إنه يجي وإحنا مش قادرين نعرف شو هو، قادرين نعرف كيف نقدر نعالجه. أول ما بلش الكورونا بقى عنا تقريبا 100 تست في النهار نقدر نعطي، so طبعا مش رايحين نعطي لأي واحد بيجي على الامرجنسي ديبارتمنت. لازم يبقى معك فيفر، لازم يبقى معك إشي بوجعك سخونة، لازم يبقى معك ضيقة نفس. بعدين لازم نبعث ريبورت، إذا بعتونا الأوكي نعطيك الفحص. هلا يعني تقريبا الحمد لله صار عنا فحوصات زيادة ونقدر أزود نقدر نحكم الكل. بس قبل ما صار هذا اللي نقدر تست everybody، المستشفيات بكينا overwhelmed، يعني يعبر الواحد علينا تقريبا 24 ساعة يبقى خلاص مية. ما في عنا وقت إن نعطيه دواء، ما في عنا وقت إن ننتبيته، ما نحط له المصورة في جوزته على المشين تتساعد تتنفس. صار عنا مثلا المستشفيات بطل فيهن أكسجين. كد ما بدي أوصف أقعد أخرف وأفرجيك أسوأ، مش زي يوم أنت تشوفه بعينك. إحنا عنا 30 غرفة مثلاً في غرفة الطوارئ، طبعاً في 150 واحد، أوكي 150 واحد على 30 غرفة، أوكي لا إحنا عنا كمامات زي الناس ما ضلش، لا عنا تلبيس نلبس نغطي حالنا زي الناس، ما في عنا شيلدز. سو يوم انا اجي على وجهك وانا مش مغطي حالي وانت بتحكي معايا، فمك نفسك اعطاني اياه. احنا عنا 8 دكاترة، عنا 10 نيرسز بيشتغلن على 150 واحد، قديش منا نلحق تنلحق؟ بخوف. يعني انت بتعبر على المستشفى، ممنوع مرتك ابنك ولا حد يجي معك، سو انت بتعبر لحالك. يعني اشي بحسر يوم بتشوف حدا بده يموت وقاعدين بعائلته. اوكي فهمانين ان احنا دكاترة كل يوم بنتعامل في ناس بيموتوا، بس مش هيك. يعني احنا ارتمينا لحرب احنا مش قادرين نكون فيه. في أصحاب مني اللي بيشتغلوا معايا دكاترة ده للأسف توفوا. يعني أوسخ يوم في حياتي هو إن الدكتور اللي علمني وبقى المنتور تبعي وصار معه كورونا وده للأسف توفى. قاعد بعطيه في CPR، فيش فنتيليترز اللي احنا نحط عليه، وقاعدين نسوي له في الباج، we're bagging him and I'm giving him CPR chest compressions and my heart is racing. يعني كلبي بيجري بقول يا ربي طب هذا كان قرب مني، كان انا على هالتخت، هذا الدكتور يعني طيب اوكي عارف انه 75 سنة عمره، بس يوم يبقى واحد قريب عليك ويوم يبقى الواحد انت دكتور ومتقدرش تسعف، بتقدر تسعف ناس مش بتقدرش تسعف الناس اللي انت بتحبهم، بتحس انك you failed humanity.
يعني متوقعين ان دائما على كل يوم نفطر في امل ان يصير اوكي تقريبا 30 واحد يموت. هلا صرنا 200 300 400 500 واحد يموت. وين الجثث بدهن رحم؟ في الثلاجات، الثلاجة فشي فيها وسع، صار يجيبوا تراكس وهن ثلاجات ويطلعوا الجثث فيهن وحطوهن في التركات الثلاجات. قبل جمعتين النيرس اللي كنت أشتغل معها تقريبا بقى 29 سنة healthy ما في عنده ولا أي إشي، لا للأسف صار معها كورونا كوفيد قعد جمعة وتوفى. أول امبارح الراديولوجي اللي بياخذك يسوي لك صورة الكهرباء نفس الإشي، قعد أربعة أيام بعد ما قالوا له إنه معه بوزيتيف كوفيد توفى. كل واحد بيعاني هذا الفيروس different. كل واحد، أنت لو سمح الله صار معك أنت بتشوز أنت your fighter. أنا لو سمح الله إذا صار معي ما ظنيش أنا بقدر أكون منه. كل واحد الجثة شكل. إحنا عنا إن بعد 30 يوم بتقدر تيجي تأخذ الجثة claim the body. بعد 30 يوم بيحطوهم كلهم مع بعضهم وبدفنوهم. هلأ 30 يوم كثر ما في ناس ميتين صار 14 يوم. صعب إن المستشفى تلاقي جثة، هي جثة راحت في الثلاجة، هي جثة راحت في الثلاجة تبعت المستشفى، هي جثة في الطرق الفلان الفلاني وش طرق راحت فيها. صعب يلاقوا الجثث because it's so much people. كثير 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 ناس. يما منشوف حدا بده يتوفى بسرعة منروح نسألهم، منبحر على الشارت على الفايل تبعهم أنو الامرجنسي كونتاكت، خلينا نحكي عليهم خليهم يشوفوهم قبل ما يتوفوا. يوم ترفع الخط تقول ما أنا الدكتورة الفلان الفلانية وحبيت كلكم إنه يعني مش رايحة الوقت كتير عاسي حكيته ومش رايحين يعيشوا، بس إذا بتحبوا تشوفوهم قبل ما أي إشي يصير هم عم بيبكوا وبتحط لك الفيس تايم وبتكلم هيهم بدك تعيط تعيط because يا ربي دخيلك. أنا لو سمح الله لو سمح الله يا ربي أنا عندي أمي وأبوي في الدنيا كلهم. طبعا أنا عندي ولد عمره 13 سنة الله يخلي لي إياه ويعطيه طول العمر، بس عندي أمي وأبوي في الدنيا كلها. ويوم بشوف أي واحد في سنهم هيك بقعد أعيط، بشد في ايدهم، شد في ايدهم وهم باخذوا في اخر نفس، وما في عندهم اهل يشدوا في ايدهم، ما عندهم حدا جنبهم، بيموتوا لحالهم. بقول يا ربي دخيلك تحسرنيش، بديش اي اشي يصير في امي وابويا، لانه طبعا هم كبار في العمر وهذا الفيروس كثير سيء للناس اللي كبار في العمر وفي صغار، وهلا كثير سيء لاي واحد صار. بقى اول اشي خطر للكبار والصغار، هلا خطر لكل واحد. الحمد لله على كل شيء يا ربي، الحمد لله اللي الله أعطاني صبر وأعطاني القوة طبعاً، وأمي بتستدعي لي وأبوي بيستدعوا لي وهذا أهم شيء عندي، بس ضعفان عشان اللي بشوفه. فيش راحة. أنا بشتغل في المستشفى وفي مستشفيات اللي كنت أشتغل فيهن قبل كثر ما في دكاترة توفوا فيهن، في كثر ما في الناس كثير فيها إنهم الدكاترة مش قادرين يعموا على كل الناس اللي فيها. أنا تبرعت في وقتي إني أساعدهم. so مثلاً أنا شغلي من 7 to 7، من 10 to 10 بروح على المستشفى الثانية بداوم فيها مساعدة. يوم بسمع حس أمي وبسمع حس أبوي وبشوفهم على فيس تايم بحس إني بعطوني الأمل بزيادة إني أروح على المستشفى. في وقت اني بشتغل في نيويورك وانا عايش في نيوجيرسي بمشي جورج واشنطن بريدج، المستشفى تبعي بعد البريدج، بقول لا بدي امشي المسافه عشان اتقوى. يوم اعبر على المستشفى احس اني خلاص انا مجرمه، انا ثابته، انا بقدر اللي قدامي بدي اشوفه وخلاص.
يوم بطلع من المستشفى وبمشي ببكي طول الوقت أصل بيتي. Please يعني هذا إشي بخوف. بقدر يسيبك أنت، بقدر يسيب مرتك، بقدر يسيب أولادك، أمك، أبوك، أي حدا أنت بتحب تشوف، لو سمح الله أنت حدا بتحبه يعبر عن المستشفى لحالة وعاين هذا الدزيز لحالة، بتحب؟ طبعا لا. طبعا أنت بتحب تبقى جنبه وتساعده، مزبوط؟ So how about إن ما تخليش هذا يصير، اقعد في بيوتكم. إذا أنتوا لازمين تتحوجوا، تحوجوا مرة وخلاص. إذا لوش رايحين جايين، إذا لوش طالعين، خذوا فيتامين سي، زنك كل يوم،